وراء جدران هذا البيت الكئيب تختبئ قصة حزينة باطلها شاب لا يتعدى سنه 22 عاماً. أما المأساة الكبرى فهي هذه السلاسل الحديدية التي يعيش بها عمار منذ 12 عاماً بعد إصابته بمرض عقلي. شين هذا الصيف؟ ورس 12 سنة الجميع الماضي ويدرس بيطار تقريبا يور 15 يوم تويني هذه تربح تجا شينيث هذا ما كان خصني تعاون متربح ويشوشو لي نغي شاها يقغمي أقلغ من ميام. عائلة عمر منعها الفقر المدقع من علاج ابنها أو حتى اقتناء المهدئات اللازمة لحالته، أما السلطات المحلية فتقمصت دور الأعمى والأصم إزاء مرض عمر بعد أن أصبحت المستشفيات في كل مرة تتخلى عنه وترمي به إلى الشارع لتعاود العائلة التقاطه حتى لا يؤذي الناس بسلوكه العدواني. هذا ما كان ورصة 12 سنة يشقني غير همي لو درس بيطار يتغيب 15 20 يوم توية تجاشيني هذا ما كان فمت هذا زين لا مغبون خلاص هذا ما كان هذا ما كان هاش قليغي لأخوتي هاش تقل هاش قليغي دي سرقان يجيشوا لينو أقل غمام ميامي ها أخلاص ترى بغي من مي قرية أكسوي تعاون وتجيوش مي قيمام خير ما قيمام مي دي قيمام تتوزي وزقل. عائلة شيلة بأم البواقي لم يبقى لها سوى التضرع للرحمن بعد أن وصدت كل الأبواب في وجهها وانتظار التفاتة من أصحاب القلوب الرحيمة للرأفة بحالة ابنها.